يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على جواز شرب الخمر لدفع الغصة جواز شرب الخمر إذا لم يوجد علاج غيره ينقذ من التلف؟ لا لا، ما يجوز، ما يجوز ولا يمكن أنه ما يوجد علاج. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. ما يمكن ما فيه علاج، فيه علاج والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع دواء قال: أما إنها داء وليست دواء. لا يجوز استعمالها أبدا. نعم.